ازاي؟ الغرامه طبعا هتخلي يعني لما يدفع 250,000 في مثلا لو 10 الفاظ يبقى دول 2,500,000. مش هيعمل 10 الفاظ في المسلسل او في مش هيعمل 10 الفاظ في حلقه او في مسلسل. احنا قلنا ان لابد من وجود مساحه كيلو مساحه ولابد ان فيه وائل. انا اللفظ ده تعرف ان دي ثواني يا اسامه نقطه نظام بس هكمل. انا بعتقد ان فرض غرامة مالية على الألفاظ دي فضيحة من العيار التقيل. صح. بتسيء الإعلام الغربي. يا يا فندم يا بقى طلع الغرب يا بقى يا بص يا عاوز طلع الغرب يا أسامة بيه الشباب يا أسامة بيه يا أسامة بيه إيه ماله أسامة بيه الفنان دي ما لازم الشباب طلع الغرب اه الشباب ضاع النهارده أنت بتشوف والله العظيم ثلاثة في شباب بيتعلم شرب المخدرات عن طريق المسلسلات تمام في طرق جديدة بيقول له معرفش اعمل السيجارة ازاي واعمل دي ايه هو شافها فين تمام في الصعيد أنا بتكلم على الصعيد أنا هتكلم على سوهاج محافظتي دايرتي مالها في شباب النهاردة في شباب النهاردة في حاجات بيستخدمها الحاجات دي لا كان اللي أكبر منه شافها ولا عرفها ولا الجيل اللي قبله استخدمها يعني المخدرات يعني نموذج البلطجي نموذج البلطجي ونموذج المخدرات وأنواع المخدرات انواع الجديده اللي ظهرت انواع الجديده دي الشباب عرفها منين مش هقول لك هنا في القاهره الكبرى يا استاذ النائب انا اسالك احنا هنرجع للماضي يا استاذ وائل واعتقد لا. احنا كتبنا في هذه المواضيع الصحفيه افلام ممكن المقاولات في السبعينات والثمانينات والانفتاح الاقتصادي والالفاظ الخادشه كانت مدمره الكات الكلام ده مدمرة. اعتقد الذي اسقطه هو المجتمع نفسه يعني انت يعاد انتاجها مره اخرى يا فندم بعد اذنك يعاد انتاجها مره اخرى يا اسامه بيه يا كلامك صح يا اسامه بيه يا اسامه بيه كلامك صح ثواني بعد اذنك ثانيه واحده ثانيه واحده يا حبيبي يا حبيبي يعاد انتاجها مره اخرى بل بشكل اوحش ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده سعادتك بتقول المجتمع اللي اسقطها تمام هل في ناس ما استخدمتهاش هل في ناس ما اتعلمتش من وراها هل في ناس ما نطقتش بنفس الكلام اللي موجود فيها في ناس اصيبت بيه بالبلاء ده وهل بالغرامة هقول لسعاد انما عاود بحاول اوقف حتى ما وقفتها هو ده السؤال بحاول لما مش هنقدر مش هنقدر نوقفها لسبب يا جماعه كلنا بنتكلم يا جماعه مش هنقدر نوقفها يا جماعه كلنا بنتمنهج هجيلك بس المصالح الشخصيه المصالح الشخصيه هي اللي هتتحكم في حالة ان انا ارفع الغرامة انما الغرامة لو موجودة المصلحة الشخصية مش هتتدخل طيب الغرامة بقولك هتوقفها لما يلاقي نفسه بيدفع هيقول بلاش اللفظ ده وبلاش المشهد ده وبلاش الحتة دي يا فندم هذا التقييد هيخلي المؤلفين والمنتجين يتعاملوا مع قنوات اخرى ومع احترام لسيادة النائب عندك في الدايرة ما هو هيسمع نفس العمل في قنوات تاني احنا ما بنتحكمش فيها وبالتالي انت كده ما قدمتش نتيجة فهو هي فكرة ان حضرتك بتقول ان انا اي قنوات هيسمعها فين ما القنوات كلها بتاعتي هيسمع القنوات بتاعتي هتيجي للقنوات اللي هي العربية القنوات العربية هيعمل نسخة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بلاقيش بغنيك كده ما بلاقيش الفكرة التانية يا فندم الشباب اللي حضرتك بتتكلم عليه ما بلاقيش في القنوات العربية الانفتاح اللي احنا عملناه في الشباب اللي انت بتتكلم عليه يا فندم مش القنوات بس هي وسيلة التواصل معاه عنده النت وعنده الفيسبوك وعنده قنوات كتيرة بيتواصل من خلالها فانت طيب. ما تقوليش ان القنوات اللي احنا بنتحكم فيها هي دي الوحيدة اللي انا لا مش هتقدر تتحكم في الشباب اللي انت بتتكلم عليه أنا ليه لازم تغير لازم تغير ثقافات ليه تعليق صغير الناس ليه تعليق صغير فضل. بعد اذنك في مواقع اباحية ولا مش موجودة ولا مش موجودة طيب ما هي ما نفس الفكره بعد اذنك ما نفس الفكره اكمل الكلمه نفس الفكره اكمل كلمتي في مواقع اباحيه موجوده ولا مش موجوده تمام ممكن تناولها من الشباب ولا مش موجود هل معناها امنع النصيحه الدينيه في الناحيه الثانيه على اساس ان كده واقول بلاش اصل هو كده كده هيتفرج لا ده انا المساحه اللي تحت من ايدي العقوبه سواء بعد اذنك بعد اذنك يا حبيبي المساحه اللي تحت ايدي لابد ان انا اتحكم فيها واطلعها في الشكل اللي يليق بالبلد هي دي بتاعتي هو ده الملعبي هو ده اللي انا شغال عليه